السلام عليكم، كي راكم لاباس؟ غايه الحمد لله، راني وليت لكم اللي وليت لكم الجزء الثاني تاع اواني شهر رمضان. قولوا لي ما لقيناش حتى باش نشرو الخبزه كي متبلينا في المواعين. بصح شي تغير صوالح خفيف، قلت هكا نشاركهم مع خواتاتي. ممكن كاين اللي ما تخرج، كاين اللي تبغي تشوف حوايج خفاف، قلت عجبوني قلت نشاركهم معاكم. حا ماشي زعما حاجه، اول حاجه نبدا بها هذه ممكن الشطورات الفحنات، هذه قادر حتى يخدموها مشروع في البيت تاعهم، تشري بونجا وتخدميها كمشروع. هذه شتم حاطينها، حطوها غير هاد الايام. هذه واش ملي هذه تاع هذه مخدومه غير بالبونج كيما راكم تشوفوا. هذه لاش شوفوا كيما راهم واش دايرين، شوفوا دايرينها للابواب، يحمي منازلكم من الغبار والاوساخ والزواحف والحشرات. هذه الشطورات الفحلات يخدموها ويديروها كمشروع. هذه هكا كيكون مثلا هكا الفونتساب، اللي يكون عندك الفونتساب اديريها في الباب. دوك نحلها معاكم انا، وما شفتهاش كيفاش دايره، لما قطعوهاش ولادي. شوفوا كيفاش دايره، هكا ديريها كيما هكا، تبلعي بيها هكا. هذه دخليها هكا تحت الباب، هذه الحاشيه دخليها تحت الباب، وهذه تحمي لك الباب من الغبره والحشرات. كم عارفين الحمان والصيف كثرتها شريتها على بال البونتساب، لكم عارفين احنا سعيده عندنا البونتساب. شوفوا كيفاش دايره، هنا يديروها هكا، هذه دخلوها تحت الباب، تحلي الباب دخليها تحت الباب وتسلقي، وهذه من نتينا تبلع لك على الغبار. هذه هي قلت نوريها لخواتاتي، ممكن كان اللي تشوفها وما تعرفهاش لا شتوالم، ممكن تخدمها كمشروع. ممكن تشوفوا كيفاش مخيطه من بونجا ومن بونجا والكتان، وبرك ساهله اللي عندهم الماشينه وعندهم العقل باش يخدموا. شنو احنا غير نستاهلكم. هذه اول حاجه، شوفوا البنات شريت هاد الليست، باركولي باركولي باركولي. شوفوا شتها عجبتني كتلتني، شوفوا كيفاش دايره عجبتني، وقلت شريتها هذه غادي نديرها. شوفوا كيفاش دايره، شوفوا ما شاء الله شابه. شوفوا هذه تاع الباب، مش عارف لو قلت لكم السومه ولا لا. هذه دايره 15000، هذه تاع الباب دايره 15000، هذه راكم تشوفوا 15000. شوفوا هذا الليسخ، قلت لكم تجي دايره كيما هكا كيما الكاس، كي نركبها نوريها لكم. هذه ديريها في شومبرا هكا صغيره، ولا في الاول، ولا في الكروال، ولا اديريها تجي ما شاء الله تجي تحفه. شوفوا كيفاش دايره، هذه شريتها 260. شريت هاد لي طابلو تاني، هي دروك هاد لي كادر، هاد الطابلو راه كاين موديل كاع جديد، راه الناس غير الدوغي والارجونتي راها راه كاين. بصح هاد النوعيه لقيتها عجبتني قلت شريتها. كي راكم تشوفوا هادو 75، يخليهم لكم 65. شوفوا شريت دايما الله يرافقه جل جلاله، دايما كي تشرو كيما هكا يرافقه محمد رسول الله عليه الف صلاة والسلام. تشوفوا شوفوا كيفاش داير، تحسبوه مخدوم بالمجبود، ولا شوف كيفاش شباب، ماشي غاليين شابين، تبدلي هكا كل خطره ما عليناش. شوفوا هادو اللي شريتهم، هاد الخطره كي خرجت شريتهم، كاين بناتي يقولوا لي مين شريتي هادو، شريتهم من
السوبيره تاع الدائره، هذا الكادر واللصق شفتو مع السوبيره تاع الدائره. شريت ثاني هذا التيرمو كما راكم تشوفوا، هادو زوج دايرين 700، زوج دايرين 760 كما هكا. هكا مضان هكا احنا ما نشربوش قهوه بصح يجي عندك ضيف ولا ديري فيها قهوه هكا كل سنين شباب. الله الله مع كيسان، انا عندي وشيت هاد الكيسان معليش تو قال لك المواعين غادي ينقطعوا بروفيتو شلو شلو. هاد الكيسان شريتهم، هادو توا عماش شريت ماهمش توا هادو كيسان تاع ما كيما هكا يكون عندكم عرضه ولا حاجه راكم عارفين هكا كي تاع ما هادو ماهمش تاع غازوز ولا جوي ولا تاع ما. هادو شتو راهم في زنقة ولاد خالد دايرين بيهم حالة، جايبينهم كاع لي كولر، القري الانوار الغوز الموف، هادو دايرين 25000. هادو هاكا تشري تبدلي كل خطرة ديري على الطابلة الصغيرة. الخطرة اللي فاتت شريت تاع هذاك النوار اللي وريته لكم تاع سكايب. هادو شريتهم راني في شحال شريتهم، قلت يجوني مع هذا التيرمو، جوني مع هذا التيرمو ياك قولوا لي نتوما دروك باش تبقي وحدين كيما هكا ستة هكا ما كانش كاع. وغاليين غاليين، فناجي قهوة كيما هكا 200 250 غير ستة نورمال هكا بالفناجل. هادي شريتهم راني كيما نقولو في واحد شحال شريتهم، المهم شريتهم قلت راح نديرهم مع التيرمو هذا مع التيرمو هذا. يا قولوا لي لا شابين ولا ماشي شاب، خطري فات بهدلوني الخطره مش عارفه يجوني للدار يطبطبوا عليا يجوني للدار يطبطبوا عليا. المهم هادو هما مشترياتي لاواني شهر رمضان 2023. ان شاء الله برك الفيديو كان عجبكم واستفديتوا منه، لو كان غير بحاجه صغيره. شوفوا هاد الترمو فيهم هاد لي كولر على بالكم، يا هاد الكري فيها البلون فيها هكا البيج فيها كي راكم تشوفوا فيها لي كولير فيها والترمو، كاينه تاع الحليب وكاينه هذه الكبيره. هذه هي، هذا هو الفيديو تاعنا، اتمنى الفيديو كان عجبكم. ما كنتش ثقلت كاينه شي حاجه ثاني شريتها مدلي تشوف هذا الكاشريف هذا تاني شريت هذا الكاشريدو كما كتشوفوا، هذا شريته من عند زوج يجو زوج مع بعض من عند كيسموه داك بازار بازار ابو اسحاق، كان داير لهم الصولد 150 150 هكا زوج كما هكا. هاد لا كولير داير لهم 150، هذه هي. ورا دخلوا المواعين عند بازار ابو اسحاق وشكون تاني بازار بالنمري تاني شفته دخل جديد ما صورت لكمش، ولا رحت المحلات الصفاء راني نصور لكم ان شاء الله بالك هذا الاسبوع الى ربي يكتب. المهم هادو هما المشتريات، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين،
وسمحوا لي على الا ما عجبك كاين اللي ما يعجبهمش هذا المحتوى ولا هذا النوع من الفيديوهات وما يعجبهمش على بالكم تحيروا والله ما يعجبهمش ويدخلوا ويشوفوا. انا بعدا كي نشوف فيديو تاع اواني رمضان ولا هكا مشترياتي نبغي ندخل لهذا النوع تاع الفيديوهات ونشوف كاين نسى اللي ما يخرجوش كاين اللي يبغوا يشوفوا جديد شكاين جديد في السوق. هذه هي كل واحد ومقدوره وكل واحد وحده حساب طاقته. المهم احنا نبغوا نشارككم كل صغيره وكبيره وانتم ماكم تطلبوا هذا النوع تاع الفيديوهات. هذا هو الفيديو تاعنا، مع السلامه الفيديو القادم.